مبارك بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكروا دريوش 24.com على الاستضافه ديالهم في هذا اليوم التحسيسي والكشف المبكر على السيدة اللي كان بشراكه مع وزارة الصحة ومع الجمعية المغربية لمحاربة داء السيدة واللي تقام هاد الثلاث أيام في العروي وفي الدريوش واليوم في بن طيب. وكان اليوم في الحقيقة ناجح، كان استقبال من طرف الإخوة لا المجتمع المدني ولا الناس تاع الصحة تاع الدريوش ونتاع بن طيب اللي استقبلوا استقبال حار. الحملة دازت في جو اولا جو يعني مريح ومزيان، وحسينا بان حتى المجتمع الساكنه نتاع بن طيب عندهم واحد الوعي ولو نسبي يعني فيما يخص هذا المشكل نتاع السيده، ولقينا اقبال منقطع النظير من جميع الفئات لا النساء ولا الفتيات ولا الرجال، وكان ناجح الحمد لله. الا ان بعض الفئات اللي كانت مستهدفه ما شفناهاش، خاصه المستعملي المخدرات عن طريق الحقان اللي في الحقيقه كنا نامل باش يجيو، لان هذوك معرضين فعلا الشوكات اللي كيقتسموا بيناتهم. وكان هذا اليوم في الحقيقه ناجح، ونتمنى ان شاء الله ان تكون فرص اخرى بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا ديبيستاج او بغاو يعرفوا الجمعيه المغربيه لمحاربه السيده. عندها فرع في الناطور وفرع قار، وان في الفرع القار حنا كنديروا هاد التحليلات يعني طيله الاسبوع مجانا وسريا واراديا، يعني الانسان خصو الى بغى يجي مرحبا به عندنا في الناطور. وشكرا.